تحفظات عدة أعلنتها نقابة الصيادلة على عقار سوفالدي بعد أقل من شهر من إعلان وزارة الصحة فتح باب التسجيل أمام مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي سي للحصول عليه. وفي مؤتمر صحفي بدار الحكمة كشف الصيادلة عن أبرز هذه التحفظات، وفي مقدمتها عدم وجود دراسات جادة حول العلاج الجديد رغم أنه يمس ملايين المصريين المصابين بالفيروس. محتاجين قبل ما الدواء ينزل للأسواق ويتناولوا أهالينا المرضى بفيروس سي إن يكون في دراسة محترمة كلينيكال استادي تقول إن الدواء ده آمن وتجربت على كم عيان. وبينما تستهدف الحكومة علاج نحو 60,000 فقط من ضحايا الالتهاب الكبدي، تساءل الصيادلة عن مصير 12 مليون مريض بالوباء الخطير في مصر. أكد الدكتور وحيد دوس على إن الدولة هتعالج 60,000 حالة، يعني مستهدف الدولة إنها تعالج 0.5% من المرضى المسجلين فعليا في وزارة الصحة. كما استغرب الصيادلة استبعاد الشركات الحكومية من توزيع العقار وإسناده إلى القطاع الخاص، ما يمثل إهداراً للمال العام فضلاً عما يحمله للمرضى من أعباء مالية طائلة. على فكرة الشركة حالياً كانت الأول بتستورد الإنترفيرون بالسعر بتاعه 1400 وبتوصله المريض الكابد ب248 وفرق السعر بتاخده على مراحل. أشك إن القطاع الخاص يقدر يغذي الحتة دي. نقطة تانية، إحنا كنا في وقت من الأوقات كانت مديونية الشركة لوزارة الصحة 550 مليون جنيه. موقفناش الخدمة، استمرينا في الخدمة على أكمل وجه. أشك إن حد في القطاع الخاص يقدر يغذي بنفس الطريقة. الصيادلة استنكروا أيضاً عدم وجود هيئة عامة للدواء في مصر، ما جعل قضية الدواء في أيدي غير المختصين رغم أنها تتعلق بصحة ملايين المصريين. من فضلكم يا مسؤولين تكرموا على هذا الشعب وأنشئوا هيئة عامة للدواء. كل الدول المتقدمة والمتخلفة فيها هيئة عامة للدواء. تساؤلات الصيادلة لا تنتظر الإجابة فحسب، بل تنتظر التحرك الفوري من الحكومة ووزارة الصحة لإنقاذ ملايين الأشخاص من الفيروس الخطير الذي يفتك بأكباد المصريين.